لا يزال جو بايدن يطالب إدارة ترامب بضرورة إطلاعه كرئيس منتخب على كل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي، بينما يتجاهل ترامب هذا الطلب ليستمر السجال السياسي. بايدن خاطب الأمريكيين من زاوية مكافحة فيروس كورونا مع ارتفاع معدلات الوفيات والإصابات إلى أرقام غير مسبوقة. أرغب بأن أفصل بين الاختلافات السياسية الحقيقية الموجودة بين الديمقراطيين والجمهوريين وبين دونالد ترامب الذي أعتقد أنه انتهك الكثير من القواعد والعديد من الافتراضات الأساسية حول ما يجب على الرئيس فعله أو ما يجب ألا يفعله. في المقابل الرئيس ترامب لا يزال يراهن بعناد على تعديل ميزان الأصوات غير المحسومة رغم قناعة مستشاريه المقربين بأن المسألة خاسرة وتسليم قيادات في الحزب الجمهوري بفوز بايدن في السباق الرئاسي. قد تكون لدينا خلافات سياسية، لكن إذا تأكد فوز الثنائي بايدن وهاريس ومن الواضح أن الأمور ذاهبة في هذا الاتجاه، حينها سيحصل انتقال مهني للغاية في مجلس الأمن القومي، لا شك في ذلك. وأمام إصرار الرئيس ترامب على التوجه إلى القضاء لحسم النتائج، فقد تلقى عدة ضربات متتالية آخرها انسحاب فريق المحامين المكلف بالدفاع عن الدعاوى القضائية التي رفعتها حملته الانتخابية في بنسلفانيا لتتراجع معها فرصه في التوجه إلى المحكمة العليا لحسم النتائج. الرئيس ترامب يؤجل عن عمد عدم اعترافه بفوز بايدن وفق استراتيجية بديلة تحضيرا لترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة أو ترشيح أحد أفراد عائلته. محمد كريم، واشنطن، الميادين.